Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan doa yang dirahmati oleh Allah, kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada waktu yang berbahagia ini. InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan membacakan lanjutan dari hari kemarin, yaitu Surah Al-Isra mulai dari ayat 87 sampai masuk ke Surah Al-Kahfi nanti ya. Jadi kita akan menyelesaikan bacaan Surah Al-Isra dan Surah Al-Kahfi. Dan setelah Al-Kahfi nanti akan kita sudah setengah Al-Quran insyaAllah. Taib, sebelumnya seperti biasanya bagi jamaah yang ingin memiliki PDF atau e-book buku Tahsin, silahkan nanti WA ke nomor kami ke 0852-7544-6954. Buku Tahsin yang lengkap untuk memudahkan anda semua dalam membaca Al-Quran. Taib, sekarang mari sama-sama kita baca halaman 291, yaitu Surah Al-Isra ayat ke-87. Kita awali bacaan dari Ta'awuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض
خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم على خلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية إنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظن يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء جئنا بكم لفيفا وبالحق
أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Mari sama-sama kita sujud tilawah ya. Bagi yang yang lagi berada di posisi bisa sujud tilawah, mari sama-sama kita sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi fatarani. Mari sama-sama kita sujud tilawah. Kita lanjut ya. Qul id'allaha aw id'ur rahman أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر بره تكبيرا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Nah, alhamdulillah, ini sudah selesai untuk surah Al-Isra. Sekarang mari sama-sama kita lanjutkan bacaan ke surah Al-Kahfi ya. Ini surah Al-Kahfi, maka sama-sama kita simak dari awal surah Al-Kahfi dan bagaimana cara membaca surah Al-Kahfi. Baik, mari
Nah, sekarang kita lihat dari awal surah Al-Kahfi. Nah, ini kita pakai Al-Quran Kemenag. Ya, bagi yang menanyakan ini aplikasi apa, kita pakai Al-Quran Kemenag. Kita awali dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, ini sakta. Jadi iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, begitu cara membaca kalau sakta. Kita ulang. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا
والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت
تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله تَدْعُو وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Nah, ini kita sudah sampai di pertengahan Al-Quran. Wal yatalattaf ini adalah pertengahan dari Al-Quran dari 30 juz ya. Ini alhamdulillah kita sudah sampai di setengah dari 30 juz, yaitu 15 juz tepatnya di lafaz wal yatalattaf ya. Baik, kita lanjut. Innahum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم
أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إذا نسيت وقل عسى أن يهدين وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا
ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض ترى وقف ضال له غيب السماوات والأرض jangan wal ardu, nah, jangan sampai pantul. Jadi kalau pantul saat baca maka itu salah bacaannya, ya. Baik, lanjut. Abshir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min wali ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا كالمهل
ليشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفف نهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ini kita ambil. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا صدق الله العلي العظيم.
Alhamdulillah. Ini sudah sampai di halaman 298. Insyaallah nanti malam habis maghrib kita lanjut kembali ya. Karena ini sudah 49 menit, sudah hampir 50 menit. Jadi ini juga saya harus siap-siap salat maghrib dan imam, karena imamnya jauh jadi harus berangkat sekarang. Harusnya bisa kita selesaikan, cuman karena salat maghribnya saya imam jauh, jadi harus saya berangkat, harus saya akhiri dulu. Dan jangan lupa like ya, bagi yang tap-tap layar. Tapi saya enggak paham, saya kurang paham yang mau ikut nanti habis isya ya, bukan habis maghrib. Saya habis maghrib ada kajian, habis maghrib nanti live juga insyaallah kita ngisi kajian tahsin. Jangan lupa ikuti follow ya. Jadi kalau yang mau ikut tiap hari atau malam Jumat, dari follow saja nanti saat kita live ada pemberitahuannya. Yang mau belajar azan, mau tahu cara nafasnya bagaimana agar bisa panjang nafasnya ya. Jadi bisa sama-sama kita belajar gitu. Nah, misalnya syarat utama di sini kebanyakannya keluhan saat baca Al-Quran itu adalah panjang pendek nafas. Nah, jadi kalau ingin nafas panjang, sering baca Al-Quran di habis subuh ya. Usahakan setiap habis subuh tetap membaca Al-Quran. Nah, misalnya kita membaca Al-Quran ini mau satu ayat sekali baca. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Jadi bagaimana kita agar bisa panjang nafas misalnya ya, kayak gitu. Atau misalnya kita mau azan, mau latihan apa gitu, jadi harus membaca Al-Quran di setiap habis sholat subuh, sering-sering ya. Minum air putih 2 gelas, habis itu langsung baca Quran. Baca Quran jangan kecil-kecil, suaranya besar. Ustaz takut salah ya. Kalau udah benar nggak perlu belajar lagi ya, langsung baca dengan rajin gitu. Yang namanya belajar ya nggak mungkin langsung benar ya kan. Jadi semangat selalu untuk belajar membaca Al-Quran ya. Misalnya belajar panjang nafas, misalnya mau azan, hayya 'alas azan, kayak gitu yang panjang nafasnya. Dia harus latihan setiap habis subuh. Nah, tidur awal dan bangun awal, jadi bisa latihan untuk nafas. Hayya 'alas seperti itu ya. Pelan-pelan insyaallah merakit-rakit, insyaallah lama-lama akan menjadi bukit. Taib, yang belum tap-tap layar silakan tap-tap layar. Kita akhiri dulu dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Ya. Bagi yang di channel ini juga insyaallah kita akan melanjutkan membaca besok lagi kembali. Jangan lupa subscribe channel Tahsinul Quran dan Doa ya. Jadi yang mau belajar Al-Quran serius nanti bisa juga kunjungi channel kami di channel Tahsinul Quran dan Doa. Alhamdulillah kita sudah ada sekitar 650 ribu subscriber ya. Ada sekitar 650 ribu jamaah yang ikut.
Masya Allah, Ustaz sekarang lagi di mana? Ini sekarang lagi di Jawa Tengah, di Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, baru pulang dari Bandung, ada kajian di Bandung juga. Taib, kita akhiri, kita tutup dengan wallahul muwafiq. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.